منتخب الدنمارك تعادل مع منتخب انجلترا بنتيجة 1-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 واللي بتقام في ألمانيا وهتستمر لغاية يوم 14 يوليو المقبل. المنتخب الإسباني ضمن مكان له في دور ال 16 ببطولة كأس الأمم الأوروبا لكرة القدم المقامة دلوقتي في ألمانيا، وده بعد ما فاز على المنتخب الإيطالي بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية للبطولة. رفع منتخب إسبانيا رصيده لست نقاط بفرق 3 نقاط عن منتخب إيطاليا صاحب المركز الثاني، لكن منتخب ألبانيا بيحتل دلوقتي المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وهو بكده بيكون متفوق بفارق الأهداف عن كرواتيا صاحب المركز الرابع والأخير. امبارح كان 7 أيام بطولة أمم أوروبا يورو 2024، وطبعا كان في امبارح مباريات قوية جمعت بين صربيا وسلوفينيا واللي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1. في كمان المباراة الثانية اللي تعادل فيها منتخب إنجلترا والدنمارك بنتيجة 1-1، والمباراة الثالثة اللي كانت أقوى مباريات امبارح واللي جمعت بين إيطاليا وإسبانيا وفاز فيها منتخب إسبانيا بنتيجة 1-0. احنا محتاجين نتكلم عن التفاصيل مع محمد مهدي الناقد الرياضي اللي موجود معانا في التليفون. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا دكتوره، وصباح الخير على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. اهلا وسهلا بحضرتك. في البدايه قول لنا ايه اللي حصل امبارح بين صربيا وسلوفينيا؟ التعادل كان متوقع؟ يعني زي ما حضرتك ذكرت ان المباراه انتهت بالتعادل الايجابي بهدف. مش ما كانش متوقع قوي، لانه يعني في بدايه قبل بدايه البطوله ما كانش حد عامل حساب قوي سلوفينيا وصربيا في المجموعه الثالثه. 4 منتخبات، سلوفينيا صربيا انجلترا الدنمارك، فكل الـ يعني الاطروحات كانت يعني تصب في صالح انجلترا طبعا والدنمارك، ولكن فاجئتنا سلوفينيا وصربيا امبارح بماتش يعني من العيار الثقيل، رغم ان الاثنين منتخبات مش مصنفين وتاريخهم مش كبير في كره القدم، ولكن كان ماتش تقيل جدا. بالامس سلوفينيا تقدمت بهدف وقدرت صربيا ان هي يعني تسجل الهدف التعادل عن طريق لوكا يوفيتش في الدقيقه 95 او الدقيقه 5 من الوقت الاضافي. كانت ماتش قوي جدا بين المنتخبين، بيضمن حظوظ الفريقين ان هم ممكن يكملوا في البطوله خلال يعني الايام القادمه، لان سلوفينيا بالتعادل كده عندها نقطتين، تعادلت الماتش الاولاني مع الدنمارك وتعادل الماتش الثاني مع صربيا عندها نقطتين، صربيا خسرت بهدف من انجلترا في الجوله الاولى وبتتعادل مع سلوفينيا بالتالي عندها نقطه، فبالتالي كل المنتخبين بقى عندهم حظوظ في المجموعه للتاهل للدور القادم. عايز اقول لحضرتك ان الماتش كمان ما كانش في الملعب فقط، لانه صربيا كمان كان عندها مشكله، وان هي قبل المباراه قدمت شكوى للاتحاد ان هي ممكن تنسحب من البطوله، لانه كان الماتش اللي قبله كرواتيا والبانيا كان في بعض الهتافات من الجمهور الالباني ضد صربيا نظرا لامور سياسيه يعني بين البلدين، فبالتالي ان صربيا تقدمت بشكوى ان هي ممكن تنسحب من البطوله اذا لم يتم يعني صدور قرارات ضد الجمهور الالباني او المنتخب الالباني، فبالتالي ان المباراه كانت خارج الملعب وكانت ايضا داخل الملعب، فبالتالي المنتخب الصربي ولاعبيه قدروا يحافظوا على حظوظهم وان هم يسجلوا التعادل في الوقت بدل الضايع، ده انجاز ليهم. بتكلمي دي اول نقطه في يعني بيحققها منتخب صربيا في اليورو، وبالتالي سلوفينيا فشلت ان هي تحقق الفوز ليها، كان هيضمن ليها بشكل كبير التاهل للدور القادم يعني. طيب استاذ مهدي، خليني اقول لحضرتك حاجه وملاحظه كده لاحظناها، لما حصل توسع في دخول منتخبات ما كانتش متعوده انها تدخل تلعب البطولات اللي زي دي لاحظنا مفاجات، يعني احنا على مدار الايام اللي فاتت شايفين منتخبات صغيره مش مشهوره، احنا مش متعودين انها تكون بتقدم كوره حلوه، عامله ماتشات كويسه جدا وعملت مش هنقول قلبان ولكن عملت تغيير في يعني كفتين الميزان اللي بتبقى موجوده. ملاحظ ده الفتره اللي فاتت؟ بالظبط يا دكتوره، زي ما حضرتك ذكرتي انه التوسع في عدد المنتخبات المشاركه في اليورو او حتى في كاس العالم 2026 بتدي فرصه اكبر للمنتخبات ان هي تظهر في المناسبات الكبرى، ما كانتش قبل كده بتظهر، اليورو كان 16 منتخب، فبالتالي انه كان الوصول لليورو كان بصعوبه للمنتخبات دي، ولكن مع التوسع ومع زياده عدد المنتخبات ل 24 منتخب فبالتالي انه بقى في 8 منتخبات كان بقى عندهم فرصه كبيره ان هم يبقوا متواجدين في اليورو الحالي، ده ادى فرصه كبيره للمنتخبات دي تبقى موجوده، شفنا حتى في الجوله الاولى في مجموعات ثانيه شفنا رومانيا كانت عامله ماتش كويس جدا وكسبت اوكرانيا بثلاثيه، شفنا تركيا بتكسب جورجيا 3-1،
فشفنا برضو عدد من المنتخبات ما كانتش مؤهله او مرشحه قبل كده تبقى موجوده في اليورو بتتالق في اليورو. ده فرصه كبيره للمنتخبات لان هي الفترات اللي فاتت ما كانتش بتشارك، فبالتالي فرصه كويسه جدا بالنسبه لها ان هي تشارك، فبتثبت نفسها وبتقول للعالم كله ان احنا لا عندنا كره قويه. ده طبعا بالاضافه لانه الكره اتطورت في العالم كله، ما عادش فيه منتخب قوي ومنتخب ضعيف. بنشوف المنتخبات كلها يعني في نديه كبيره جدا بين المنتخبات، حتى رغم الفوارق الكبيره في المهارات بين اللاعبين، ولكن يبقى انه الحماس والروح زي ما احنا بنقول في كره القدم والدفاع عن تيشيرت علم بلدك ده بيبقى ليه امور ثانيه. ده اللي حصل امبارح يا كابتن مهدي، انجلترا والدنمارك. انجلترا بكتيبه نجومها توقعنا ان احنا نشوف مباراه اقوى من كده بكتير، وتوقعنا ان احنا نشوف فارق اهداف، ولكن شفنا مباراه انجلترا والدنمارك مش زي توقعاتنا. ده اللي حصل تتويج للي انت بتقوله او تاكيد للي حضرتك بتقوله؟ بص يعني جزء منه، ولكن الجزء الثاني انجلترا عندها مشكلة كبيرة جدا ان هي كل بطولة كبيرة، انجلترا منتخب كبير ولكن عنده مشكلة كبيرة انه كل قبل بطولة كبرى كل يعني المتابعين لكرة القدم بيرشحوا انجلترا للمنافسة على اللقب للفوز باللقب، ولكن بنتفاجأ بانجلترا انها بتظهر بمستوى يعني اقل من توقعات بشكل كبير جدا. شفنا المباراة الأولانية يعني بيكسبوا بهدف بصعوبة على صربيا، امبارح تعادلوا مع الدنمارك 1-1، عندهم 4 نقاط في المجموعة، كل الناس كانت متوقعة انه بعيدا حتى عن ان هم كده كده يعني ضامنين التأهل لانه 4 نقاط متصدرين المجموعة، فبالتالي فرصهم في التأهل للدور التالي كبيرة، ولكن المستوى اللي ظهر به منتخب انجلترا ليس على المستوى المأمول، ما بيديش انطباع لانه انجلترا ممكن تكمل في البطولة. ده عكس الكلام، احنا بنتكلم عن مرشح والناس عندها قناعة انها هتكون بتنافس، فاحنا دلوقتي بنتكلم في ان فرصتها في التأهل كبيرة. احنا رجعنا خطوات كتير قوي في الامال عند متابعينها ومشجعينها. مش معنى ان فرصتها كبيره في التاهل لانه المجموعه بتاعتها ضعيفه، يعني لما تقيسي مجموعه انجلترا معها الدنمارك معها صربيا معها سلوفينيا بمجموعات ثانيه، لا المجموعه بتاعتها سهله، فبالتالي انه فرصها في التاهل للدور القادم سهله، ولكن ماذا بعد الادوار القادمه؟ هيبقى موقف انجلترا اذا لم تطور نفسها وتلحق نفسها سريعا هيبقى موقفها صعب جدا، رغم انه ليه كل الترشيحات كانت بتصب لصالح انجلترا قبل البطوله، عندها كتيبه عاليه جدا من اللعيبه، يعني لو بتتكلمي في الاسماء هاري كين واحد من هدافين المنتخب الانجليزي وهداف الدوري في الدوري الالماني السيزون اللي فات، بلينجهام عامل موسم خيالي مع ريال مدريد، فيل فودن مع مانشستر سيتي وبيتوج بالثلاثيه، عندهم اسماء كبيره جدا، ولكن تبقى كل ردود الفعل الغاضبه ضد ساوث جيت المدرب المنتخب الانجليزي، وامبارح بعد المباراه كان في ردود فعل غاضبه من الجمهور الانجليزي والاعلام الانجليزي ضد ساوث جيت لانه ليه فتره كبيره جدا مع المنتخب ما فيش اي رد فعل قوي. خرجوا بدري من كاس العالم 2022 في قطر، وصلوا اليورو اللي فات وخسروا امام ايطاليا في النهائي بضربات الترجيح، ولكن كان منتظر منهم اليورو ده ان كل الترشيحات بتصب رقم واحد في صالح انجلترا بسبب الكتيبه اللي موجوده في المنتخب، بسبب الثبات في التشكيل وليهم فتره كبيره جدا بيلعبوا مع بعض، ولكن فوجئوا بالمستوى المتدني جدا للاعبين رغم ان هم لعيبه كبار جدا في انديتهم. ده اللي عمل الدروب في منتخب انجلترا، لعل الايام القادمه او المباريات القادمه يفوق منتخب انجلترا مره ثانيه ويقدر يخش في معمعه البطوله. عايز اقول لحضرتك ان هاري كين امبارح بالهدف اللي سجله في مرمى الدنمارك يعني واصل ارقامه القياسيه، بتتكلم هاري كين انه بقى واحد من 3 لاعبين في منتخب انجلترا قدروا يسجلوا في 4 بطولات كبرى، سواء كاس العالم 2018، كاس العالم 2022، ويورو 2020، ويورو 2024، فبالتالي بيواصل ارقام القياسيه الفرديه، ولكن على المستوى الجماعي كان مستواه ضعيف جدا، وتوجه له برضه بعض سهام النقد من عدد من الجماهير، خصوصا انه المدرب عنده ورقه رابحه جدا على دكه البدلاء كول بارمر واحد من هدافين الدوري الانجليزي، ولكن المدرب لم يستعين به لصالح هاري كين يعني. طيب خلينا بقى نروح للمباراه الاقوى، وكان تالق دوناروما ما كانش كفايه، امبارح اسبانيا كسبت ايطاليا واتاهلت كده بالورقه والقلم وبالحسابات لدور ال 16، قول لنا ايه اللي حصل في المباراه دي وايه الامور اللي قلبت النتيجه سريعا كده. مباراه قويه جدا طبعا، قدر يعني الماتادور الاسباني انه يكسب 1-0 المنتخب الايطالي، واحده من أسوأ مباريات المنتخب الايطالي
على يعني مستوى تاريخه في المسابقات الكبرى سواء اليورو او كاس العالم. زي ما حضرتك ذكرت دوناروما يعني كان لي صاحب الفضل انه المنتخب الايطالي ما يخرجش امبارح بهزيمه مذله ثلاثيه او رباعيه او خماسيه، تصدى لعدد كبير جدا من الفرص من لاعبي المنتخب الاسباني. ولكن زي ما احنا اتكلمنا عن منتخب انجلترا، منتخب اسبانيا قبل البطوله هو واحد من اقوى المرشحين للفوز باللقب، عنده كتيبه من اللاعبين قويه جدا، عنده طريقه لعب واسلوب لعب غير كل المنتخبات، فبالتالي ده اللي بيفرق معاه. شفنا امبارح خط الوسط بتاع منتخب اسبانيا بدري ورودري بيعملوا حاجات في الكوره يعني رهيبه جدا، عنده جناحين لامين يامال وويليام في الناحيه الثانيه بيعملوا حاجات في الكوره يعني بيفاجئوا الدفاع الايطالي. لذلك انه المنتخب الايطالي ما كانش في حالته امبارح، ما كانش عارف يسيطر على كره القدم اللي بيلعبها المنتخب الاسباني، حتى انه بعض يعني الصحف العالميه وصفت طريقه اللعب المنتخب الاسباني بالاعصار، انه منتخب ايطاليا ما كانش رغم انه معروف بالصلابه الدفاعيه ولكن ما كانش قادر يجاري المنتخب الاسباني مع الضغط المنتخب الاسباني على دفاعات ايطاليا. يعني الجون اتسجل بهدف عكسي، وعايز اقول لحضرتك انه ده خامس هدف في بطوله اليورو الحاليه يسجل يعني بالنيران الصديقه، واحده من المفاجات في البطوله السنه دي انه يبقى في خمس اهداف حتى الان، بتتكلمي في 18 ماتش اتلعب منهم خمس اهداف اتسجلوا بالنيران الصديقه، ده رقم كبير جدا. طب انا حضرتك ذكرت كده ست نقاط ضمنت التاهل للدور التالي. ايطاليا عندها فرصه كبيره ان هي عندها ثلاث نقاط وعندها ماتش اخير مع كرواتيا في الجوله الثالثه، الفوز او التعادل بيصعد ايطاليا للدور القادم. ولكن مستوى ايطاليا امبارح كان مهزوز جدا، حتى سباليتي المدير الفني للمنتخب الايطالي اتكلم بشكل كبير عن الهزيمه من اسبانيا وعن سوء الاداء، وقال ان احنا محتاجين ان احنا يعني نحسن من انفسنا في المباريات القادمه اذا يعني رغبنا في الاستمرار في البطوله. زي ما حضرتك عارفه ان ايطاليا هي يعني بطلة النسخة السابقة من اليورو، فبالتالي الحفاظ على اللقب مش هيبقى سهل لمنتخب ايطاليا النسخة الحالية، لانه في منتخبات برزت بشكل كبير جدا. بتتكلم اسبانيا ماشية بشكل محترم جدا في البطولة، المنتخب الالماني ست نقاط وضمن التأهل ماشي بشكل كويس جدا، فرنسا حققت فوز في اول جولة وعندها ماتش قوي النهارده مع هولندا، الفوز بيؤهلها الى الدور القادم. فبالتالي في اربع خمس منتخبات يعني اسماء كبيرة جدا، فبالتالي ان الفرق الكبيره دي لو ما ضمنتش ان هي تحسن من ادائها خلال المباريات القادمه ما اعتقدش ان هي يبقى ليها تواجد في المربع الذهبي او الفوز باللقب. ادينا بنتفرج على كوره حلوه وادينا بنتمتع وبنتفرج على منتخبات جديده بتقدم كوره مختلفه بروح ممكن تكون مختلفه عن اللي تعودنا عليها. كل الشكر ليك الاستاذ محمد مهدي الناقد الرياضي، شكرا جزيلا ليك.